وكان دائما يسعى ويقول لي يجب أن أبناء جاليتنا يشاهدوا القناة ببلاش، لأنه فيه بعض القنوات مشفرة، وبالتالي على المهاجر أن يسدد مستحقات الاشتراك، لكن قناة الشروق كانت تتابع بالمجان. حبيت فقط يعني أبدي بشهادة أن هذا الرجل يعني وربما القناة الوحيدة اللي تعطي أهمية كبيرة يعني لأبناء جاليتنا خارج الوطن، وهذه شهادة أبناء الجالية. أتذكر يعني جاني لفرنسا قبل ما يعني يعطي انطلاقة أو إشارة انطلاقة القنوات، حب يعرف ويأخذ فكرة على القنوات الجهوية المحلية وحتى الوطنية في فرنسا. نظمت له عدة لقاءات هناك مع بعض رجال المال والأعمال، مع كذلك مع بعض المثقفين، مع الجالية بحد ذاتها نسائها ورجالها. كان دائما هو يعطي أهمية لأبناء جاليتنا، وفي كل مرة يطلب مني كشخص يقول لي يا سمير ماذا بي يعني لو تفكرنا في برنامج.